مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم. تابعنا معكم قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. هذا وقد تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية، وخلال كلمة له دعا الرئيس السيسي أن يكون هذا العام عام سلام وخير وأمن وأمان ومحبة على العالم بأسره. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وعيد سعيد عليكم وعلينا كلنا جميعا، ويا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن ومحبة علينا كلنا، مش بس في مصر، في العالم كله. يا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن وأمان ومحبة على الدنيا كلها.